من خلالها يتوج صحن، من خلالها يفرح صحن، من خلالها يعطي صحن لقب دوري الدرجة الثانية للمرة الثانية في تاريخه. بعد صحن وتحية للجماهير الصحماوية الحاضرة والمتابعة والمؤازرة والمحبة الشباب، ولكن من خلال ضربات الحظ الترجيحية استطاع صحن أن يكسب الشباب ويتوج باللقب الثاني في تاريخه على مستوى دوري الدرجة الثانية. الصعود إلى دوري الأبطال الاثنين صعدوا إلى دوري الأبطال سواء صحن أو حتى نادي الشباب، لذلك الأمور هنا والفرحة واضحة جدا بالنسبة للاعبي نادي صحن. مبروك لنادي صحن، مبروك للتلميذ على حساب الأستاذ يعقوب إسماعيل. هذا فريق بصورة تكتيكية منظمة جميلة استطاع من خلالها أن يتوج فريق نادي صحن باللقب التاريخي، باللقب والسجل الجيد ليعقوب إسماعيل من خلال اللاعب والمدرب الذي بدأ مع نادي صحن في مدرسة البراعم، انتقل إلى المراحل السنية، مراحل الناشئين، مراحل الشباب، ومن ثم للمنتخب الأول. ذهب إلى المنتخب وانضم للمنتخب الوطني عام 1994، هداف آسيا بتسعة أهداف في كأس آسيا 96، شارك مع منتخب الشباب بتصفيات كأس العالم 99، ابتعد عن الملاعب كلاعب عام 2000، عاد ليكون مساعد للمنتخب هاشم العراقي رحمه الله عام 2000، وبالتالي هو يسجل في أفضل ذكرياته كانت مع المنتخب 1996. اليوم هي أفضل ذكريات للكابتن يعقوب إسماعيل، ذكريات الوصول إلى دوري الأضواء بنادي صحن، الصعود بنادي صحن. مبروك لنادي صحن درع دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2007-2008. مبروك ليعقوب إسماعيل، هارتلك لجماهير الشباب، هارتلك لمبارك سلطان. الشباب قدم مباراة جميلة، الشباب قدم مباراة ممتعة سواء في فتراتها الأصلية أو حتى الإضافية، لكن الأمور ابتسمت، نعم في النهاية